بسم الله من اوامر الدوس اللي لسه بنسويها في الويندوز اس اس او سي. ده اساس يقول لي انا امتداد بيشتغل باني برنامج في علامة الويندوز مع الار اللي هي ران، واكتب سي ام دي اللي يختار كومنت وادوس انتر واقول له اي اس اس او سي، هيجيب له كل حاجة. لا ده انا عايز امتداد معين، بقول له اس اس او سي مسافة نقطة دي او سي، بيقول لي ده الدوكمنت. طيب نقول له اس اس او سي نقطة جي بي جي، هيقول لي ده برنامج الفوتو بلس، وهكذا. اي امتداد انت عايز تعرف هو بيشغل بني برنامج اس اس او سي مسافة نقطة، وبعد كده الامتداد اللي انت عايزه.